هذه خريطتي. أناليز تيماتيك، الصنف الأول. طبعا المربعات تشير إلى أنني يمكن أن أطبق هذا الصنف على توطنات مساحية، سبق الحديث عن هذا من قبل. أنتقل إلى المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية سأخذ بالطبع مصدر المعطيات والحقل المعني وهو الكثافة العامة Densité en 2014. ثم أنتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل إنجاز تحليل الموضوعات. هنا ينبغي أن أغير مجموعة من الأشياء. أولا أن أغير حدود الفئات، ثانيا أن أغير عدد الفئات. أخذ زر كلاس، أضغط عليه وهنا أغير عدد الفئات. بين قوسين ينبغي ملاحظة أن أدنى قيمة للكثافة هي 1 وأعلى قيمة هي 427. سأغير إلى 4. لاحظوا يطلب مني أن أعيد الحساب لأنني قد غيرت عدد الفئات. كالكولي، هذا هو العدد الجديد ولكن بتصنيف أوتوماتيكي. أنا أريد التصنيف اليدوي الذي أتحكم فيه، لذلك سأضغط في هذه النافذة المنسدلة وأختار انتغفال مانيويل. انتغفال مانيويل يمكنني من أنني أنا الذي أحدد حدود الفئات حتى أتمكن من إدخال القيم التي حصلت عليها تلك المعدلات. لاحظوا هنا لدي لائحة لكنني لا أستطيع أن أقوم بالتغيير. التغيير يمكن إحداثه هنا في هاتين الخانتين، فهذه خانة مخصصة للقيمة الدنيا وهذه للقيمة العليا. سأترك القيمة الدنيا على حالها، إنما القيمة العليا سأضع فيها القيمة 7 كثافة 7 كأدنى كثافة. هنا سأعيد القيمة 7 وبعد ذلك أحدد قيمة المتوسط الحسابي أو المعدل العام في الدار البيضاء. أعيد القيمة 37 وهنا المتوسط العام للكثافات بالنسبة للوحدات التي تتجاوز فيها الكثافة المعدل الخاص بالدار البيضاء الكبرى، أي سأضع هنا رقم 134. أكرر الرقم 134 إلى 427 لكي يعني أعلى كثافة، وأقوم بحساب الكثافات حتى يوزع لي الوحدات بين هذه الفئات الأربعة هكذا. إذن بهذه الطريقة أكون من خلال ما هو معروض أمامي أكون قادرا على أن أذكر أن لدي 20 وحدة تتجاوز فيها الكثافة المعدل المسجل بالدار البيضاء الكبرى، وأن لدي بالعكس 13 وحدة تقل فيها الكثافة عن هذا المعدل. أعلى الكثافات أجدها في 12 وحدة إدارية كثافتها تفوق 134 نسمة في الهكتار. أدنى الكثافات بالمقابل توجد في 7 وحدات تتراوح فيها الكثافة ما بين 1 و 7 نسمة وأقل من 7 نسمة في الهكتار. الآن أحتاج إلى معرفة كيف تتوزع هذه الوحدات مجاليا، أي ينبغي أن أظهرها على الخريطة. إذن أضغط على الزر أوكي، وهنا أيضا أضغط أوكي. لاحظوا هذه هي الخريطة التي حصلت عليها. يمكن أن أضع الخريطتين إلى جانب بعضهما موزايك.
أخفي هذه العناصر، أو على الأقل أقوم بتصغيرها لأنني لا أحتاج لها الآن. أحتاج فقط، أعيد، موزايك، أحتاج إلى الخريطتين، أقوم بتكبيرهما ليكون وضعهما أفضل. تكليكوش، وهذه أيضا. هذه إذن هي الخريطة الأولى السابقة، وهذه هي الخريطة الثانية. إذن عندما أقول في هذه الخريطة بأن لدي 13 وحدة أقل من كتب فيها أقل من 37، فإن 37 لها وزنها، فهي تعني معدل العام للدار البيضاء. وهنا عندما أقول بأن لدي 18 وحدة تقل عن 62، ف62 يبقى قيمة مجردة كباقي القيم الأخرى. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم ما ورد في هذا الفيديو. حاولوا إعادة قراءته مرة أو مرتين، ثم بعد ذلك حاولوا تطبيق ما ورد في هذا الفيديو الثالث بخصوص الاعتماد على قيم مرجعية وتطبيقه لإيجاد الكثافة السكانية بالدار البيضاء الكبرى أو بوحدات الدار البيضاء الكبرى سنة 2004. مع السلامة، تحياتي، استودعكم الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.